يبقى كل اللي عملناه لغايه دلوقتي عملنا توليت بعد هدوء بقى. الليبولين دول سميناها الاولاني منهم ال ب ال ان او 1 والثاني سميناه ال ب ال ان او 2 وادي الزرار بتاع البليل خلاص. وعايزين نبدا نبرمجه قبل كليك عليه دخلنا جوه الكود ماشي وسع كده احنا في الحته دي مش في اي حته ثانيه. ايه المسؤول او مين المسؤول عن ان هو يطلع رقم عشوائي؟ دي اول حاجه عايزين نتكلم عليها. دلوقتي بنتكلم في ان احنا هنطلع رقم عشوائي محصور ما بين الواحد وما بين الست وحطه في ايه؟ في الليبل الاولاني. ورقم عشوائي تاني محصور ما بين الواحد والايه؟ والست وحطه في الليبل الايه؟ التاني. مبدئيا كده هعمل ايه؟ او معرف في متغير احنا خدنا لما نقول كده اي ان تي اكس كده عرفنا ده متغير اسمه اكس من النوع انت. انت ده عباره عن ايه؟ عن رقم صحيح في الذاكره صح؟ ده ماشي. لا في نوع بقى انواع ثانيه مختلفه، في حاجه اسمها راندم. اكس ده نوعه راندم. ايه راندم ده بقى؟ ما بنقولش عليه نوع بيانات، ما بنقولش عليه نوع بيانات لانه مش مجرد عن مكان بنحطه في الذاكره، لا. مش مجرد مكانه تتحط في الذاكره، لا. ده هو كمان بيقوم بعمليات. ده هو كمان بيقوم بايه؟ عمليات. مش مجرد مكان في الذاكره زي مثلا بقول اي ان تي اكس يبقى اكس ده عباره عن مكان في الذاكره ايا كان حجمه ايه؟ استرنج يبقى عباره عن مكان في الذاكره ايا كان حجمه ايه؟ لا. الراندم هنا ليه مكان في الذاكره كل حاجه بس برضه في امكانيات انه يعمل عمليات. يعمل عمليات يعني زي ايه؟ هنشوف زي ايه؟ هنشوف زي العمليات اللي بيقدر يعملها، هنشوف زي العمليات اللي بيقدر يعملها. ممكن ادلع بقى المتغير بتاع اسميه راند كده ونبداه بكلمه بتساوي نيو راندوم كده. انت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا سميت متغير اسمه ار ان دي خلاص نوع راندوم. بيتعرف ازاي؟ راندوم ار ان دي بس بزود حاجه غير الطبيعيه بقول بيساوي نيو راندوم تاني. لما بكون بعرف متغير عادي زي ما انتم متعودين يبقى المتغير عباره عن مكان في الذاكره خلاص خلصت القضيه على كده صح؟ حتى بنسميه متغير حتى الاسماء تبدا تختلف معانا شويه يعني احنا بنسمي الاسماء كذا اسم مختلف بس المهم عشان ما نلخبطش دلوقتي ده زي اي متغير دلوقتي بس الفرق ان المتغير من نوع راندم ده بيقدر يكون بعمليات من اهم عملياته انه يطلع لك رقم عشوائي محصور ما بين كذا وكذا زي ما انت تحدد. دي من اهم عمليات هو بيقوم بيها. ان انا اقول له انا عايز رقم عشوائي ما بين كذا وكذا فيجيب لي رقم عشوائي ما بين كذا وما بين ايه؟ كذا. لكن طبعا لما كنت اعمل متغير انت ولا متغير سترينج ولا متغير مش عارف ايه كان هيجيب لي ارقام عشوائيه ولا يجيب لي اي حاجه؟ لا طبعا ده مجرد مكان في الايه؟ بتحط اللي انت عايز تحطه فيه وخد منه اكتر من كده ما يعرفش. صح؟ لا ده بقى الراندم ده حاجه مختلفه حتى ما بنسميهاش نوع بيانات. بنسميها كلاس بس مش عايز ادي المصطلحات دلوقتي. مش مشكله. لكن المهم ان هو بيقدر يديني مجموعه من العمليات خلاص بالاضافه ان هو بيخزن برضه معلومات في الذاكره عادي. فبعرفه بكلمه ايه؟ بزود بيساوي نيو راندوم تاني. عايز اعمل ايه؟ عايز اقول له في الليبل الاولاني اللي هو اسمه ال بي ال ان او 1. الليبل الاولاني صح اللي على الشمال ده. عايز اغير لونه ولا حجم خطه ولا الكلام المكتوب فيه ولا ايه؟ الكلام المكتوب فيه صح؟ راجل ار ان دي انا عايز اغيره النص المكتوب جواه فاقول دوت تكست يعني النص اللي موجود في الليبل اللي اسمه ال بي ال ان 1 ده ال بي ال ان او 1 ده بيساوي ايه؟ عايز بقى هنا اطلع رقم عشوائي مره يكون واحد مره يكون اثنين مره يكون واحد مره يكون اثنين مره يكون سته مره يكون اربعه مره يكون اثنين رقم بقى معرفش انا ظروفي صح ولا لا بس المهم يبقى من واحد للايه؟ للسته. مين اللي يقدر يقوم بالعمليه دي؟ الار ان دي هنستخدمه دلوقتي احنا عرفناه بس
عرفناه بس لكن لسه ما استخدمناهوش. عايزين نستخدمه، هنستخدمه ازاي؟ اقول له ان دي كده كده لقيت اسمه. لما اقول كده يا سيد ها اقول له اعمل بقى كذا، هديله لازم اكون عارف اسمه عشان اعرف انادي عليه الاول، وبعد كده اقول له اعمل كذا. قلت له ان دي دوت، ايه اللي بيخليه بقى يطلع لي رقم عشوائي؟ حاجه اسمها نيكست، يعني بيقول طلع لي رقم اللي عليه الدور، طلع لي رقم كمان، طلع لي رقم كمان، طلع لي رقم كمان، حاجه اسمها نيكست اللي بعد، طلع رقم اللي بعد. بس انا بقول له طلع الرقم اللي بعده لازم احدده، اقول له اقل رقم ممكن يطلع كام واكبر رقم ممكن يطلع كام. طب ايه اللي ايه؟ واحد ده اقل رقم ممكن يحصل، كل ما اكبر رقم ممكن يحصل الماكسيمم فاليو، اكبر رقم ممكن يحصل 6. لا نعم هيس. طيب الايرور طلع ده بقى، الايرور طلع ده حاجه تانية. لو جيت وقفت عليه كده هيقول لي اخر تحت خالص سطر بيقول لي cannot implicitly convert type into string، بيقول لي انا مش قادر implicitly يعني لوحدي so اكونفيرت يعني احول من انت لسترينج، انت اللي هو رقمي والسترينج اللي هو ايه؟ قاسي. فبيقول لي انا اللي هنا في السطر ده مش قادر احول من رقمي الى نصي. السؤال، السؤال هنا بيقول ايه؟ طب مين، طب هو كده يبقى معنى ان هو مش قادر يحول من كذا لكذا ايا كانت الكذا الاولى وايا كانت الكذا الثانيه، طالما ان في مشكله في التحويل او اعتبرها مشكله في الكذاهات. يبقى انا عندي حاجه نوع وحاجه نوع تاني، صح كده؟ يبقى اكيد في السطر اللي قدامي ده في حاجه نوع وحاجه نوع تاني. هو الراجل ساعدني قال لي مش قادر احول من انت لسترينج، يبقى اكيد في حاجه سترينج وفي حاجه ايه؟ انت، او في حاجه انت وحاجه ايه؟ سترينج. يبقى السطر اللي هو ضارب فيه ايرور ده بيحتوي على جزئين، ممكن نقول الجزء اللي قبل يساوي والجزء اللي بعد ايه؟ يساوي. الجزء اللي قبل يساوي ده نوعه ايه؟ ستريم، نص بدليل دوت تكست، خاصيه تاخد ستريم. والجنب اليمين هنا ايه؟ الايش عارف ان هو انت؟ هو طبيعي هيطلع رقم، والرقم رقم عشوائي، انت اللي بتقول مش انا، والرقم رقم ايه؟ عشوائي. يبقى ده اللي على اليمين ايه؟ رقم، واللي على الشمال ايه؟ محدش بيرد عليك. نص، يبقى على اليمين رقم واللي على الشمال نص. السؤال، احنا بنحط اللي على اليمين في اللي على الشمال ولا في اللي على الشمال في اللي على اليمين؟ ولا نحط اللي فوق تحت ولا بنعمل ايه؟ ده ألف ب ب مش ألف ألف ب إيه؟ ألف برمجة من غير ب، ألف إيه؟ ده ألف من غير همزة برمجة، الألف طويلة، همزة من غير ألف برمجة. مين بيتحط في مين؟ باخد على اليمين أحط في على الشمال ولا على الشمال أحط في على اليمين؟ طبيعي 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 على اليمين يتحط في على الشمال. في العربي كنا بنكتب سين بتساوي 5، طبيعي كنا بنحط الخمسة جوه السين، يعني في على الشمال بيجي على اليمين. هنا في العنجليزي بيحصل ايه؟ العكس، يبقى على ياخد على اليمين هو اللي بيتحط في على ايه؟ لما اجي اقول اكس بتساوي 5 يبقى حطيت الخمسة جوه مين؟ هو اللي قاعدة عامة أساسية في البرمجة، أي حاجة على اليمين بتتحط في على الشمال، غير كده ما بيحصلش. خلاص كده؟ يبقى المفروض انا الانت ده هيتحط جوه مين؟ الستريم. يعني العلبه دي هتتحول لحاجه ثانيه. فصباح اللي بيتكلم
هي هتتحول، مش هتبقى عفريت يعني. تحول دي يعني، تحول دي يعني شكلها في الذاكره يبقى مختلف، لان الشكل اللي هي فيه مثلا هنفتكر كده ان الانت دي ثلاث خانات في الرامه كده مثلا، والسترنج ده 14 خانه في الرامه كده خلاص. فمش عارف يحط الثلاثه جوه ال 14، يا اما تخلي الثلاثه دي 14 والاثنين زي بعض حطهم جوه بعض، يا تخلي ال 14 ثلاثه حطهم جوه ممكن قد بعض اكنك بالظبط معاك قلم وعايز تحطه جوه جيبك، جيبك ده الرامه يعني خلاص. حلو، فينفع القلم يخش جوه الجيب لانه قديه، لكن معاك شنطه ينفع تحطها جوه الجيب. لازم يحصل له عمليه تحويل، لازم يبقى يحصل له عمليه ايه؟ تحويل عشان تقدر تحطها جوه جيبك. ما اعرفش ايه هو التحويل ده، بس يعني نفترض في حاجه تتغير، يا جيبك يوسع يا الشنطه تصغر، صح ولا لا؟ هو ده اللي يحصل بالظبط. يا اما ال 14 خانه بتوع الاسترينج اصغرهم واحطهم جوه الانت، يا اما الثلاث خانات بتوع الانت اكبرهم 14 واحطهم جوه الاسترينج، المهم يكونوا قد بعض عشان يقدروا ايه يشيلوا بعض. طب مين اللي هيتحول؟ اللي هيتحط، اللي هيتحط مش اللي مش اللي هحط فيه، دايما اللي هيتحط هو اللي بيتغير. طيب يعني عايز احول الانت ده الى ايه؟ الى سترينج. فاكرين طبعا ولا ناسيين دي؟ ايه؟ ممكن اقول كونفيرت دوت تو سترينج، صح؟ ممكن اكتب هنا دوت تو سترينج، ايهما اقرب؟ اعمله، ممكن كده صح؟ ممكن القاعده الاساسيه ونريح دماغنا ان انا اقول كونفيرت دوت تو سترينج وافتح قوس كده في الاول واقفل القوس في الايه؟ في الاخر. يبقى معناها ان كل حاجه ما بين القوسين هنا اللي هي اللي معلم عليها دي اللي هي الرقم العشوائي اللي هيطلع هيتحول الى مين؟ الى سترينج. عايز تحولها كده ماشي، عايز تحولها بالطريقه الثانيه ماشي. تحبوا ايه؟ ماشي. نعمل بقى الزرار التاني ولا بلاش التاني؟ نعمل الليبل التاني ولا بلاش الليبل التاني؟ ما نجرب ده، ما نجرب ده كده كده ونشوف اللي هيحصل ايه. اعمل ستارت، عايز تيست يا عم؟ مفيش حاجه، عرفنا واحد حاجه اسمها راندوم وقلنا له روبنيكس، بس عرفنا روبنيكس دي بتعمل ايه صح؟ هدوس على الزرار رقم 10 طلع باثنين، طبعا على اليمين ده لسه ما لعبناش فيه خالص، ما لعبناش جنبه، لعبنا على الاولاني بس، طلع باثنين، كمان واحده بثلاثه، حظك ان الاثنين الثلاثه جنب بعد الاثنين، ده حظ. اربعه اربعه ليه؟ خمس ست، لا جت اربعه، كان حظنا غريب بصراحه. كمان اثنين ثلاثه اربعه سته ثلاثه خمسة واحد، بقاله كتير ما جاش. بيطلع أربعة شوية ولا لا؟ هو وهي والزرار؟ لا، ما تقدرش تتوقعها، ما تقدرش إيه؟ تتوقعها. حتى الآن في حد عنده مشكلة؟ حتى الآن حد عايزني أعيد أي حاجة في السطرين؟ إيه اللي بيقل إن هو؟ تو دوت تكست بتساوي كونفيرت دوت تو سترينج ار ان دي دوت نكست واحد سبعه برضه. ايوه طبعا، واحد لسبعة طبعا. امال ده هيرمي الحجر الناس ده يطلع حاجة تانية ولا هما الاثنين يطلعوا نفس النتيجة؟ ده يطلع من واحد لسبعة من اللي هو واحد لستة، والتاني برضه هيطلع رقم عشوائي من واحد لستة، صح؟ بس المفترض هما الاثنين يبقوا مختلفين. لما يجي يعمل ستارت كده، تعالى ندوس على بلاي، طلع ستة وتلاتة. جميل جميل. لا لا واحد فين؟ كان بيتلاحظ زي بعض؟ غريبة دي.
ليه؟ طلعت 2 و2. 2 و2 دي يعني ايه؟ دوبار. صح؟ مش عارفين انت. ايه؟ دوبار، لما تكون 2 و2 تبقى دوبار، ماشي. نكس 3 و5، 4 و3، 5 و5. دبش. ماشي. 4 و4. دول. ده في واحد هو لعيب. خسر ايه؟ لعبوا كوتشينه. ماشي على مهم. اللي انا عايز اقوله حتى هنا، حد فيه عنده اي سؤال؟ السؤال اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي بيقولوا كده جاب 3 و3 يبقى ايه؟ دوس. ده هو ايه؟ لما يبقى هي اللعبه كده، هي اللعبه كده، مش عارفين دي حاجه ثانيه، لكن هي اللعبه كده. سلام عليك. اللعبه بتقول لما بيتشابه الارقام بيبقى فيه اسماء، يعني لما يطلع واحد واحد يبقى ايه؟ هابيه. ايوه هي دي، تبقى حاجه اسمها هابيه. خلاص تطلع 2 و2 يقول لك دوبار، 3 و3 دوس، 4 و4 دورجي، 5 و5 دبش، 6 و6 6 و6 دوش. ده اللي انتوا عارفينه. مش مهم، مش مهم، مش مهم تكون عارفهم خالص. وبعدين عايزين ايه؟ نضيفه. وايضا عرض رساله في حال تطابق رقمين الظهر. يعني لو طلع هما الاثنين محايد، او هما الاثنين اثنينات، او هما الاثنين ثلاثات، او هما الاثنين اربعات، او هما الاثنين خمسات، او هما الاثنين ستات. هنعمل ايه؟ قال لك لو كان الرقمين مع الظهرين مع بعض واحد نقول له هابيك. رقم الظهرين مع بعض 2 يبقى دوباره، الثلاثه يبقى دوسه، 4 مع بعض يبقى درجي، 5 مع بعض يبقى دبش، 6 مع بعض يبقى دوش. ما هو يجيب لك في السؤال اهو. فانت بقى برمجيها بقى، مش مهم تبقى حفظاها، المهم برمجيها. خلاص؟ ماشي. احنا عايزين دلوقتي نزود على البرنامج بتاعنا. لو طلع الاولاني 1 والتاني 1 اطلع رساله واقول هابيك. التاني الاولاني 2 والتاني 2 اقول دوبار، وهكذا. وهكذا. ليه؟ مش مهم، مش بالحاجات دي. عايزين تطلعوا الحكايه في مسج بوكس، عايزين تحطوا لها ليبل تطلعوا فيه الاسم. طب زميلنا اللي اسمه عمرو عايز يحل السؤال، هو قال كده. خلاص؟ شفتوا كده؟ طيب قول يا عمرو. اسمعوا بعد اذنكم. اللي عايزين يقولوه ان هو يقول لك اف لو التي اكس تي ان او 1 دوت تكست، يعني لو النص المكتوب في التكست بوكس الاولاني بيساوي التي اكس تي ان او 2 دوت تكست، يعني بيساوي النص المكتوب في التكست بوكس الثاني، هتعمل ايه؟ هتدفع على الثاني. ولا مسج ايه؟ ارجع اسال ايه؟ هنيك. وانا قلت له الاولاني في ايه ولا الثاني في ايه؟ يعني هو بيقول لي عمرو زود اف، بيقول لي خلاص انا لازم اقول لو كان التكست بوكس الاولاني اللي مكتوب فيه بيساوي التكست بوكس الثاني بيساوي 1، ساعتها هطلع له هابيك. انس اف لو كانت الاولاني بيساوي الثاني بيساوي 2، واقعد كده اكتب لي ايه بقى؟ هقولها جدا. هقول له اف برضه؟ سبحان الله يا اخي. قال ابسط من كده، اقول له لو كان الاولاني بيساوي الثاني. خش بقى في اللي انا هقول لك عليه. بس.
مش لازم كل مره اقول لو كان الاولاني بيساوي الثاني بيساوي هما الاثنين واحد، لو كان الاولاني بيساوي الثاني هما الاثنين بيساوي اثنين، لو كان الاولاني بيساوي الثاني هما الاثنين بيساوي، واقعد بقى ايه في الطول ده كله اقول لو كان الاولاني بيساوي الثاني وانفتح قوسين كده حلوين واقول له اشتغل بقى في الكود اللي هنا، بس يبقى في الكود اللي جوه ده انا متاكد ان الاولاني بيساوي الثاني خلاص. ببدا اشتغل بقى اسال على اي واحد فيهم، اسال على الاولاني انت بيك كام او اسال على الثاني فرقه. انا في الاول قلت لك لو كان الاولاني ده بيساوي الثاني ده خش شوف بقى هي هابيك ولا دوباره ولا دوسه ولا ما اعرفش ايه، ده من الاول خالص. يبقى لو دخل جوه بعد ما سالت ده بيساوي ده يبقى اسال على دوت فيه كام او اسال على دوت فيه كام مش مهم، لان انا متاكد ان الاثنين بيساوي ايه طبعا. ده كلام عمومي كده، ده هتعمل هنا ازاي يعني؟ تعال نشوف، اوقف كده ونراجع يلا بالمره قاعده اف الجميله. اقول له اف لو كان الاولاني اللي هو ال بي ال ان او 1 دوت تكست، حد كده معترض؟ كويس. بيساوي الثاني ال بي ال ان او 2 دوت تكست، لو كانوا بيساووا بعض هتعمل ايه؟ هتعمل لي بقى الشغل اللي هقول لك هنا ده. ويا ريت بقى حسابتك ما تقفلش عشان لسه هكتب تحتيها حاجات. يبقى كل اللي هيحصل هنا هو لو كان الاولاني بيساوي الثاني بيساوي بعض امين، نخش بقى نشوف بقى هما بقى ايه؟ هما بقى الاولاني بقى مش عارف بتجيش في دماغك خالص. هابيك ولا دوباره ولا دوسه؟ اه خلاص بطل رغي بقى دوسه وخليكي معايا. تعمل ايه؟ كده هقول لك لو الاولاني بيساوي الثاني هل اي كود اسال عليه هنا الحته اللي في النص دي بقى ممكن يكون مخطئ الاولاني ما بيساويش الثاني؟ استحاله، انا حاطط شرط في الاول خالص ان الاولاني بيخش بيساوي الثاني، لو امين لو اه هيخش ما بين القوسين دول، لا خلاص الاف راحت كلها بكل اللي جواها ولا هيبص على حاجه. يبقى لو كانوا بيساووا بعض هيخش يعمل اللعبه اللي احنا لسه ما كتبناهاش. الاثنين بيساووا بعض يبقى اكيد يا واحد وواحد يا واحد يا اثنين واثنين يا ثلاثه وثلاثه يا لغايه سته وسته. لو ما كانش يبقى حاجه مختلفه، يبقى خلاص الموضوع انتهى لغايه هنا، طلع الرقم ده طلع الرقم ده. لو حاجه مختلفه هعمل حاجه؟ لا احنا نتفق الاول. احنا هنطلع كلمه هابيك ودوباره ودوسه دي في ليبل ولا نطلعها في مسج بوكس؟ اللي تحبوه. ايه؟ لا انا ما بحبش الاسئله. مفيش حاجه اسمها الاسئله. لان انا ساعات ابقى مضطر اطلع رساله مسج بوكس، وساعات ابقى مضطر اطلع فيلم، لان هما الاثنين واحد. فانت كده كده كل واحد معاه فده، والاثنين بصراحه ما ينفعش ولا واحد اسهل من الثاني، هما الاثنين اسهل من بعض. لا احنا كده بقى بنهزر بقى. طيب مسج بوكس يعني خلاص نعملها ليبل بسرعه. اروح هنا على الشاشه والتول بوكس ومنزل كمان ايه؟ كمان ليبل هنا خلاص اهو. بس هعمل ايه؟ اكبر برضه الخط بتاعه شويه عشان تبقى باينه، واختار اي نوع خط واي حجم اللي انا عايزه، اي بولد بقى ولا ايتاليك ولا ايه. خلاص كده؟ تمام. هينفع ايوه بسميه ليه اسميه؟ عشان انادي عليه. وانادي عليه ليه؟ عشان اقول له احط جواه كلمه هابيك. ابقى اقول له مين؟ لازم عشان يكون عارف اسمه صح؟ لازم اديله اسم، اهم حاجه عندي الاسم. طبعا الشرطه تعالى. اهم حاجه عندي الاسم عشان لما اقول له يا كذا حط قيمه، يا كذا عشان قيمه، يبقى لازم اكون ايه؟ مديله اسم. فاقوم رايح على خاصيه النيم واسميه ال بي ال ام اس جي. ال بي ال ام اس جي اختصار مسج، رساله ال بي ال مسج. بس كده خلاص؟ مش حلوه كلمه ليبل واحد اللي مكتوبه دي؟ حلوه الكلمه دي؟
عايزين نفضي الكلمه بتاعت ليفل واحد دي عشان تبقى فاضيه. فورايا على كلمه تكست ليفل واحد دي او مفضيه، خلاص التكست مفضيه. الكلام ده الخطوات دي في المعمل معاكم بالتفصيل. خلاص خطوات في المعمل، يهمني الوقت هنا ايه الكود. المهم اللي انا سميته ال بي ال ام اس جي. تعالى بقى هنا جوه الزرار. نرجع تاني جوه الاف الجميله بتاعتنا. لو كانوا الاثنين بيساووا بعض يبقى هيخش هنا. هيكتب هاجر يا دولار يا دولار سائل مش عارف ايه الكلام ده. طيب لو ما كانش، ولو ما كانش احنا عاملين كلمه ايه؟ إلس صح ولا ايه؟ إلس معناها ايه؟ لو ما كانش الاولاني بيساوي التاني هعمل حاجه؟ لو مش هعمل حاجه يبقى بلاش اكتب إلس. صح؟ لكن لو هعمل حاجه يبقى لازم اكتب إلس. السؤال بقى هعمل حاجه وانا مش هعمل حاجه؟ اللي هيقول مش هحل الحل اللي هو قال عليه وخلينا ماشيين وهوريكم ان احنا مضطرين نقول له خلاص زي بعض معلش امسح اللي مكتوب هتشوف دلوقتي ماشي تعالى اهو هسيب الحته بتاعت انس بتاعت مايكل دي هتكلم دلوقتي على جنب خالص خلونا نقعد دلوقتي عايزين دلوقتي لو كانوا الاثنين بيساووا بعض خش خش وشوف بقى هو واحد ولا اثنين ولا ايه؟ بس مش هعملها بقفل. هعملها بسويتش، هنا بنراجع. بنراجع بس بشكل لعبة. طيب، فاكرين سويتش؟ سويتش بتعمل ايه؟ بتسويتش. يعني ايه بتسويتش؟ شوفوا مشغل مروحة كده، صح؟ يبقى عندي ايه؟ بكر. غير لو عندك بقرة، أنا بتكلم على البكر. هتلاقي ايه فيها البقره دي بتدوس كده تبقى واحد تدوس كده تبقى اثنين تدوس كده تبقى ثلاثه اربعه خمسه سته الى اخره. مفيش سته مفيش سته ماشي ما علينا نقصد انت بتلف ايه الدرجات بتاعتك بالسرعه. السويتش عامله زي البقره دي بالظبط. هي بتقيس حاجه واحده بتقيس حاجه واحده ما تعرفش تقيس حاجتين. بتقيس السرعه اللي في المراوح ما تعرفش تقيس ايه حاجتين هي حاجه واحده بس السرعه في المراوح. لو كانت واحد يبقى السرعة الفلانية. اثنين السرعة الفلانية. ثلاثة السرعة الفلانية. مثلا زيرو يبقى ايه؟ يوقف. يبقى هي بالظبط السويتش بتبقى كده. أقول له سويتش على سرعة المروحة. مش عندنا سرعة المروحة. أقول له سويتش على الرقم الأولاني اللي في التكست بوكس الأولاني. لو كان واحد يعني واقف على واحد صح؟ يبقى تعمل ايه؟ يبقى أقول له هبل. كان واقف على اثنين تبقى تقول لي ايه؟ دوبارا على ثلاثة يبقى ايه؟ دول صفر في الاخر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اقول تاني. فانا هقول له هنشتغلها بسويتش زي ما اتفقنا. سويتش هتختبر مين؟ قلت له هختبر اللي اسمه ال بي ال ان او 2 دوت تكست. وهتيجي تسالني ليه عملتها 2؟ اقول له عشان تبقى تسال ما تيجي تراجع كده ان شاء الله تبقى تفتكر تقول لي ده هو ليه عملها 2؟ مش عارف بصراحة. ليه عملتها تو بقى؟ طيب عايزين بقى نظبط ايديها بقى زي المروحة ولو كان على الواحد لو كانت على اثنين لو كانت على ثلاثة صح كده؟ فبقى كيس بواحد كيس بواحد معناها ايه؟ لو كان ال بي ال ان او 2 دوت تكست جايب ايه؟ واحد هتعمل ايه؟ قلت له في ال بي ال مسج ولا حاجه دوت تكست هقول له فيها نوت ايه؟ هاي وبعدين اقول له ايه؟ بريك فاكرين بريك؟ بريك دي معناها ايه؟ وطالما طلعت بواحد وطلعت هاديه ما تكملش خلاص يعني ايه ما تكملش؟ مش عايز بقى تسال بقى هي باثنين طب هي بثلاثه طب هي باربعه هي بخمسة ومسك يا عم خلاص لعب بواحد خلاص بريك اطلع بره خلاص طلع بواحد شوف دي معنى كلمة بريك دي معنى كلمة ايه؟ ما تسألش بقى على الكيسز اللي جاية طب كيس باتنين والقصتين فوق بعض لو كان في اتنين هقول له في ال بي ال مسج دوت تكست وات الله عليك ده الناس حفظت بقت زي الفل وبرضه اقول له ايه؟ وبريك ما تكملش طالما طلعت باثنين وكتبت كلمه دوباره شكرا ما تكملش بقى حاجه خلاص طيب
كيس بتلاتة، يبقى اللي بيقول لي مسج والتكست و دوس يا دكتور. ماشي بس دوس يا دكتور. بالدال مش بالبال. خلاص كيس باربعة، يبقى اقول له في ال بي ال مسج والتكست، اقول له ايه دوري، وبرضه اقول له ايه وبريك كيس خمسة نقطتين بقل بقل مسج والتكست، بقول له دبش. طب ممكن اقول له بلاش اقول له كيس خمسة، اقول له بلاش اقول له كيس ستة، هو لازم اعمل بريك. ممكن اقول له الديفولت، فاكرين الديفولت ولا مش فاكرين؟ عارفين الديفولت ولا فاكرين ولا مش فاكرين؟ ديفولت اللي معناه ولا كات ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يبقى أكيد بكام؟ بستة. دي معناها كده الديفولت معناها يعني إيه؟ تمثل عندنا في الإف إلس، لو ما كانش يبقى أكيد هي بستة خالص. يبقى ممكن أقول له هنا إيه الديفولت؟ الديفولت دي معناها زي إيه؟ إلس، يعني لو ما كانش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يبقى خلاص أطلع عليه اللي بيجي مسج بالتكست بكتب فيها إيه؟ دش، وبرده ايه بريك، بريك معناها اخرج من الايه السويتش خالص. صح، جميله جميله جدا. نجرب طبعا ده واحد واحد بيبدا الارقام اللي حاطينها سهله، المفروض نخليها صفر وصفر. بعد بقى بلاي واحد وخمسه ما ردش عليا. صح صح صح. طيب بلاي اثنين وخمسه كمان ستة وواحد ها ثلاثة وخمسة، عايزين حاجة تتشابه مش هتتشابه. أربعة وخمسة ها خمسة وستة اثنين وثلاثة أخيرا ستة وستة. دوش انضف دوس بقى بلاي لا ثلاثة وثلاثة دوس. حلوة كمان مرة. أربعة واثنين هو مش عمل غلط، هو انت ما قلتوش يمسح فلسه الدوسه اعلى. لو جاي عملت بلاي واحد واحد هبيك. طب العب كمان مره جت 6 واثنين هبيك لسه مازال موجود. انت ما قلتلوش لو اختلفوا امسح، لو اختلفوا امسح عشان لو كان في حاجه مكتوبه تبقى ايه؟ تبقى اتمسحت. صح؟ اهو تاني واحد ستة واحد ماشي ثلاثة ثلاثة دوس كمان اثنين واحد ما زالت الدوس اعلى. فانا عايز اقول له لا، طالما ان هم ما تشابهوش يعني ما زي بعض، لو كان في رساله امسحها. صح؟ فده الرساله ايه؟ امسحها دي ناقصانا بس اللي كان قال عليها مايك في الاول خالص. فعايزين نقول له احنا قلنا في الاول اف من الاولاني بيساوي الثاني هيعمل السويتشات الكبيره دي. صح؟ الاولاني بيساوي الثاني بيعمل السويتشات الكبيره دي كده. طيب الف معناها ايه؟ مش بيساوي بعض. قلت له خلاص هم مش بيساوي بعض، يبقى اللي بيقول لي مسج والتكست لو سمحت اعمل لها ايه؟ كده اهو فضي مره على تنتا صعب تنتا، ممكن تعملهم كده بس مش عايز اعمل كده بس ماشي يعني. فضيها بس يفضل ما تسيبش مسافات، يفضل ما تسيبش مسافات. لكن لو جربنا كده بقى اجرب اسيبكم تنقلوا، اجرب اسيبكم تنقلوا. اقول بلاي جاب لي اول حاجه بالمره دوش ده شغال. واحد واربعه اتشالت. الحين لو قلت ثلاثة هيعمل ايه؟ هيمسح. اثنين واربعة، ثلاثة وستة، واحد وخمسة، خمسة وخمسة دبش. واحد واحد، واحد واثنين عادي. مسح ستة واربعة مسح، ستة واثنين مسح، اربعة واثنين، واحد واربعة. بعد ما يبقى اربعة واربعة برجي. وكده اللعبة بتاعتنا بتطلع فعلا ارقام. طبعا اللعبة دي ممكن تاخدها وتكبر فيها ويطلع ارقام مش عارف ايه، وتبدا بقى تحط ما اعرفش بقى عشان مش عارف بيت اللعبة بصراحة. بيحركوا بقى ايه دي بتاعتي دي. القطع دي صح؟ قطع السوداء والقطع البيضاء تبقى قصه بقى. مش
المهم خدنا ايه؟ منها خدنا حاجه اسمها دي اسمها راندم، وبصينا بصه سريعه على الاف